أما ما سئل عنه من أنه يقال لا يجوز أن يفتح الأب جوال ابنه إلا بأمر قضائي، فهذا لا تدل عليه النصوص الشرعية. لا شك أن النصوص الشرعية جاءت بتحريم التجسس، وقد قال عز وجل ولا تجسسوا، والأحاديث النبوية جاءت بالنهي عن التجسس، وذلك خيفة من المفسدة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما عند أبي داود من حديث معاوية: إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت تفسدهم. فالأصل هو عدم التفتيش، لكن أن يمنع الأب مطلقا فكيف بقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. فإذا وجدت الأمارات والعلامات التي تظهر ما عليه فساد هذا الولد، فإن الأب أن يفتش جواله، ولا حرج في ذلك. لما يلي: أولا، أن الله عز وجل أمر بمعاهدة الأبناء. ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث معاوية السابق بيّن أن تتبع العورات هو خشية الإفساد، فإذا كان في عدم التفتيش يحصل فساد، فإن الشريعة جاءت بتحجيم المفاسد وبتقليلها، ولابد أن ننظر إلى القواعد العامة الشرعية. ثالثا، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما دخل يتقي بجذوع النخل وهو يختل أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه ابن صياد، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع، فانظر كيف كان يتقي، يختفي لينظر يتبين له حال ابن صياد، أهو دجال أم غير دجال، وذلك من أجل ألا تعظم هذه المفسدة من هذا الرجل. ولذا قال ابن حجر رحمه الله كما في الفتح قال: والتجسس على أهل الريب والشك كما هنا. رابعا، أن التجسس ليس منهيا على جميع الإطلاق، ولذلك قال ابن حجر: ويستثنى من النهي عن التجسس ما لو تعين طريقا إلى إنقاذ نفس من الهلاك، كأن يخبر ثقة بأن فلان خلى بشخص ليقتله ظلما أو بامرأة ليزني بها، فيشرع في هذه الصورة التجسس والبحث عن ذلك، وليس المقصود أن يبحث عما لم يظهر من المحرمات، لا. خامسا، نص الفقهاء على أنه إذا اشتهر وجود حانة خمر في بيت أو ممارسة الرذيلة ونحو ذلك فلإمام المسلمين أن يبعث من يتجسس عليهم. فالقول المطلق من أنه لا يجوز أبدا للأب أن يفتش جوال أبنائه ليس قولا عليه دليل، مع تأصيلنا لأصل مسألة من أن الأصل في التجسس هو النهي، ثم إذا استبان للأب أن ابنه بعد هذا التفتيش عليه بعض الملحوظات لا يعني أنه يضخم الأمر، لا، وإنما عليه الرفق واللين بحيث لا يستبين لابنه أنه فتش أبوه عن جواله، ولكن بالطرق التي بها يكف هذا الفساد، لأن المقصود هو ذهاب المفسدة. أما أن يجزم بهذا القول جزما قاطعا وتأثيم الناس بهذا فهذا ليس عليه دليل كما أسلفنا، بل قواعد الشرع تخالفه، مع قولنا من حيث الأصل الأصل النهي عن التجسس، إلا ما كان المقصود منه دفع المفسدة الظاهرة التي علاماتها واضحة كما أسلفنا.